قوي يعني. هنجيب بومبة وصواريخ. هنجيب ايه؟ بومبة وصواريخ. بومبة وصواريخ؟ هي فيك يا بايظة. يا أهل حارة الرمس الكرام، كل سنة وإحنا طيبين. بكرة إن شاء الله أول أيام عيد الفطر المبارك. قصدك أول رمضان؟ أنا آسف، معلش اتلخبطت سامحوني. بكرة إن شاء الله أول أيام رمضان المبارك. لسه دار الإفتاء ما قالتش، بس أنا حاسس إن شاء الله إنه بكرة. مش بمزاجك يا ابن امبابة، هو أنت معانا ولا علينا؟ خلاص يا سيدي، هو بعد بكرة ما فرقتش. وفي كل الأحوال عايزين نعلق زينة جميلة جميلة لطيفة جميلة لطيفة لذيذة جميلة لطيفة لذيذة جميلة، ننافس كل مناطق الحتة التانية ونبارس كل مناطق الحتة التانية. يا أم ظريف يا أم محمد يا أم علاء يا أم ياسين. يا أم ظريف يا أم محمد يا أم علاء يا أم ياسين. يا أم محمد قولي لمحمد، يا أم سمير قولي لسمير. يا أم محمد قولي لمحمد، يا أم سمير قولي لسمير. واللي عايز يشترك معانا يدفع كام يا عسلية؟ 20 جنيه. معلش عسلية اتلخبط فيها، قصده 70 جنيه. معلش احنا اسفين، قصده 25 جنيه، لأن 70 جنيه كتير قوي طبعا، واحنا مش عايزين نخدع حد لأن داخلين على رمضان. وانيالك يا فاعل الخير والثواب، وفي تبرع كده علشان الغلابة، حرام علينا نتم بالغلابة. والله لسه بدري بدري يا شهر السيار. دي بتاعت آخر يوم رمضان دي. معلش احنا ناسين، معلش بقى متلخبطين، علشان يومين او يوم وهنبقى صايمين، وعلشان كده هنعدل الاغنية. يلا ترمي البدري بدري والايام بتجري. والله بس هي نفس الاغنية. امال هنقول ايه؟ اه صحيح، رمضان جانا وفرحنا له. ايه دي بتاعت العيال كبرت؟ بقول لك ايه، خدي بقى انت ربط الحبل ده عندي. لا ما تدفعش فلوس. ما تدفعش ليه يا حبيبي؟ بقول لها اقصد ما تدفعش تاني. ما تدفعش ليه تاني يا ابني بتاع الكبده؟ يا زمره اطلع معايا، دي حلوه قوي. حلوه ايه؟ طب حد امك هنسيبك ونمشي. بس 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 خلاص يا عسلية، خلاص خلاص. ايه ده بقى؟ ايه ماشي يا ابني بتاع الكبده؟ يلا عشان الناس. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. ايه 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 يمين شوية 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 يا ابني، ما قلنا يمين الأحول ما تسمعش. يا ابني هو ايه اللي يمين شوية شمال شوية؟ هو احنا بنركن الفانوس ولا بنعلقه؟ يلا روح قول للمعلم ولع يحط الفيش. يا معلمي حط فيش الفانوس عشان نشغله. ايه يا ولع الأهل؟ انا مش فاهم منك حاجة خالص، ابقى مين خالص؟ انت اللي نزلك تحت حنينة. ايه الفانوس اشتغل؟ كل سنة وانتم طيبين يا أهل الحارة، يا أهل الحارة كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بصحة وظرافة. عمكم ظريف بيقول لكم تعالوا كبدة عمكم ظريف كلوها. يا اخوانا السحور في رمضان السنة دي بدل الكبدة فول، وبدل الفول كبدة. لا كبدة وفول ايه؟ السنة دي هنتسحر كبدة، واللي عايز يقول يقول كبدة بالخيار والفلفل. كل سنة وانتم طيبين يا أهل الحارة. مساء الخير يا بابا. 100 مرة قلت لك ما تقوليش بابا، قول لي يابا. كل سنة وانت طيب يا عم ظريف يا بابا. برضو وانت بالصحة والسلام. سلامات سلامات سلامات. ما كنت معاك في البيت خير؟ نعم. ما انا مش عايز اعكنن عليك في البيت زي ماما ظريفة، قلت ادي اعكنن عليك هنا.
ماما ظريفة عتننت عليها وراحت لتيتا لطيفة، عايز مني ايه؟ انا على عربية الكبدة، عايز ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي موسيقى يا بابا، دي موسيقى، الهدف معنوي مش مادي. يا سيدي الهدف مادي معنوي، قول لي ايه الهدف عشان اخلص منك. احنا قررنا اننا ننور الحارة. تنور الحارة؟ الهي ربنا يولع فيك. لا مش نولع في الحارة، احنا قررنا اننا نقلب كل بيت، ناخد من كل بيت 20 جنيه ومن كل عربية كبدة وعربية فول 50 جنيه. 50 جنيه ايه؟ انا ما استفتحتش من الصبح، هما 2 جنيه. جنيه من عمرو مندو خد نص شقة، وجنيه من بلال صبري خدته بالعافية، ما بيدوناش فلوس. خدتهم عملتهم حرز، يمكن ربنا يكرمنا. ايه ده؟ دي موسيقى غذاء الروح. لا مش الموسيقى اللي غذاء الروح، غذاء الروح سندوتشات الكبده اللي بقى لها شهر. دول سندوتشين هم بقى لهم شهر ونص وهتاكلهم، اتفضل. بس كفايه، حرام. ايه النهايه المأساويه دي؟ الواد ده ماله؟ انكل ظريف، مساء الخير. اهلا، مساء النور يا زلطه. خير والله. هما بيقولوا ان حضرتك ظريف. هو حضرتك ظريف بجد ولا هما بيقولوا كده وخلاص؟ تعال اقول لك على حاجه، سر بيني وبينك، هي ناقصاك يا اخي، ناقصاك.